وحين انه شعب نابض بالحياه وقادر على تحدي التحدي ذاته. شعب قادر على انفاذ ارادته الحره واعلائها فوق أي اهواء او مصالح. الا مصالح الوطن وغاياته. اتحدث اليكم اليوم مجددا معكم عهد الصدق والشفافيه الذي عاهدتكم عليه واتجرد في خطابي اليكم من قواعد اللغه الرسميه او التراكيب اللغويه المعتاده ساحدثكم بمشاعر الفخر والاعتزاز التي احاطتني وانا اتابع عن كثب مشاهد احتشادكم امام لجان الاقتراع ولم يكن احتشادكم بهذه الصوره الوطنيه المبهره من اجل اختيار شخص يراس الدوله بل كان احتشادا لتجديد العهد على مسار وطني انحاز ابنائه له وقرروا الاستمرار في خوض معركتي البقاء والبناء. ابناء مصر الكرام ان فخري واعتزازي بكم مساله راسخه في يقيني وثقتي في عبقريه الامه المصريه لا تحتمل الشك او التاويل وعلى الدوام كانت اختيارات الوطنيه المنحازه لاراده المصريين نابعه من هذه الثقه ومن يقيني باننا امه عظيمه تستشعر الصدق وتصدقه بمقدار ما تستشعر كذب من يتاجر باحلامها ومستقبلها وتثور عليه واقول لكم بكل الصدق والتجرد ان كل التحديات التي واجهناها وكل المشكلات التي اقتحمناها وكل الازمات التي عبرناها كان السر في تحقيق الانتصار عليها هو الرهان الصادق على عبقريه هذا الشعب وثراء خلفيته الحضاريه والثقافيه وتاريخه الممتد بامتداد الحضاره ذاتها ولم يخبرهاني على المصريين يوما ولم يخذلني اخلاصهم وحماسهم وتجردهم واستنهضنا سويا قدرات الامه بكل مكوناتها واعمدتها وها هو الوطن العظيم يرسم لنا وبنا لوحه وطنيه رائعه مره اخرى لوحه لم يستثني منها احد وكان مشهد الاصطفاف الوطني لكل اطياف النسيج المصري مبهرا وباعثا على الامل فها هي الاسره المصريه تتقدم بثبات وطمانينه شبابا مفعما بالحماس والامل وشيوخا يؤدون حق الوطن وعمالا يصنعون المجد وفلاحين يزرعون الحلم وتقدمتهم المراه المصريه صوت الضمير وأيقونة التحدي، رمز التضحية والصلابة في مواجهة التحديات. مما رسخ لدي اليقين بأنها هي أعظم جملة مصرية في سجل الشرف الوطني. وقد كان هذا الاصطفاف الوطني دليلا دامغا على قوة ومتانة البناء المصري وصلابته في مواجهة من أرادوا هدمه وازدادت تلك اللوحة الوطنية بأبطال مصر من القوات المسلحة والشرطة المدنية الذين عقدوا العزم على توفير أقصى درجات التأمين والسلامة لجموع الشعب المصري وحمايتهم وهم يعبرون عن إرادتهم وتحت إشراف قضائي كامل من قضاة مصر الأجلاء الذين عبروا عن الشفافيه والتجرد بكل صدق واخلاص. شعب مصر العظيم ليس لدي ما اقوله لكم سوى ان اتوجه اليكم جميعا بالتحيه والتقدير والاحترام على ما بذلتموه وتبذلونه من اجل مصر. ذلك الوطن العزيز واعدكم وعد الصدق المبين بان اظل على عهدي معكم مخلصا في عملي غير مدخر لجهد. من اجل رفعه وطننا العظيم وساعيا لبناء مؤسساته بكل ما اوتيت من قوه وعزيمه وباحثا عن مكانته بين الامم. عاقدا العزم على تحقيق التنميه والاستقرار، وتوفير الحد اللازم من جوده الحياه لابنائه. واعدكم من اعمل لكل المصريين دون تمييز من اي نوع فالذي جدد الثقه بي واعطاني صوته لا يختلف عمن فعل غير ذلك فمصر تسع كل المصريين ما دام الاختلاف في الراي لم يفسد للوطن قضيه والمساحات المشتركه بيننا اوسع وارحب من ادريجيات محدده او مصالح ضيقه ولعل العمل على زياده المساحات المشتركه بين المصريين سيكون على اولويات اجنده العمل الوطني خلال المرحله المقبله. وبهذه المناسبه العظيمه اتوجه بالشكر والتقدير للسيد موسى مصطفى موسى، والذي خاض واعضاء حملته الانتخابيه منافسه وطنيه شريفه ومتحضره دللت على ما يتمتع به من حس وطني عال وأداء سياسي راق. السيدات والسادة إن هذا الوطن العظيم يستحق منا أن نعمل من أجله. فنزرع له الأمل ونصنع له المستقبل، ونكتب له تفسير حلمه، ونرسم له طريقاً للغد. يعبر به نحو ما يستحقه ويليق بتضحيات أبنائه. إن مصر لن يبنيها او يحميها سوى ابنائها هذه نبوءه التاريخ التي ستحققها الجموع من ابناء امتنا مرددين في كل وقت وحين تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته